قلنا لكم أعزائي المشاهدين مثل ما ذكرنا في البداية حنتكلم في فقرة الأم والطفل عن الممارسات الخاطئة اللي قد نكون توارثناها أو يمكن سمعناها من جارتنا أو من أختك أو من أمك أو أم زوجك. يمكن بعض هذه الممارسات غالبا تكون متوارثة من المجتمع. حنتكلم أكثر عن هذه الممارسات اللي إن شاء الله اليوم دكتورة عبير حامد ربيعة حتحاول أنها تعدل لنا منها. ونرحب فيك، أهلا وسهلا فيك معنا. يا سهلا فيك دكتورة. يعني الممارسات الخاطئة كثيرة اللي بتقع فيها الأمهات، يعني ممكن عن جهل شوي أو عن يمكن ممارسات خاطئة متوارثة من الأهل. فيعني إيش أغلب الممارسات أو أسوأها بالنسبة للشهور الأولى من عمر الطفل؟ الحقيقة إن هي إلى حد ما فعلا كثيرة، وزي ما حضرتك قلتي معظمها متوارث، لكن أعتقد إن إحنا دلوقتي الاطلاع بتاعنا بيخلي الأم تعرف أكتر دلوقتي، إلا إن برضو أحذر من بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشوف عليها معلومات خاطئة لحد ما. صحيح. فأرجو إن إحنا لما ناخد المعلومة ناخدها أكتر من متخصص. بالنسبة للأطفال المولودين والصغيرين في الشهور الأولى، في بعض ممارسات هتفرق معانا كتير أصلا في صحتهم وفي النمو بتاعهم. أول حاجة مثلا إن الأم تظن، في بعض الأمهات بيظنوا إن الحليب الصناعي بيسمن الطفل وبيكبره وبيخلي صحته أحسن. بالعكس تماما، الحليب الطبيعي له فوائد جامة، لو قعدنا ناخد لها حلقتين ثلاثة أربعة مش هنخلصها. فإذا لابد إن إحنا الأول نراعي إن إحنا لازم ندي لأولادنا حليب طبيعي، حليب الأم بكل طريقة ممكنة. وما فيش أم تظن إن اللبن بتاعها قليل، اللبن بتاعها خفيف، اللبن بتاعها كذا، هو مصنع واحد بيصنع اللبن وما بيتغيرش التركيبه دي الا اذا كان في نقص شديد في عند الام في بعض حاجات. اذا ما فيش ام تفقد الثقه في نفسها ان لبنها قليل او متغير عن الحليب التاني بتاع الامهات التانيين. كمان في وسائل كتير تخليها تزود الحليب بتاعها، ممكن نتطرق بيها لو حبيتوا بعدين. يبقى اذا اول ممارسه خاطئه ان هي تعتقد ان الحليب الصناعي اهم او افضل للطفل من الحليب الطبيعي. تاني حاجه الميه، دي بشوف السؤال ده شائع جدا، امتى ندي له ميه دكتوره؟ صحيح. ندي ميه ولا ما نديش؟ ونسمع مثلا بعد ال40 بعد 6 شهور. ابدا ابدا ابدا، المقوله دي خاطئه. ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم. الميه مهمه جدا. وبعدين في حاجه كمان خلي بالك، احنا لما بنيجي نعمل مثلا الحليب الصناعي بنعمله بايه؟ بميه. اذا احنا لما ندخل الميه ما دخلناش حاجه غريبه ولا حاجه، ده هو اوريدي معظم الاطفال اللي بيرضعوا من بره هم بياخدوا ميه. الميه ممكن تتضاف على حسب الطفل ده مولود في الصيف ولا في الشتاء. لو في الشتاء طبعا احتاجوا المياه بقل. مولود في مثلا في السعوديه هنا بلد مثلا حاره نسبيا، ولا في اوروبا برضو الطفل المولود في السعوديه يحتاج اكيد مياه اكتر. ثالث حاجه كمان، الطفل ده بيرضع رضاعه طبيعيه ولا صناعي؟ من ايات ربنا ان الرضاعه الطبيعيه في الاول الرضاعه بتبقى كميه المياه او نسبه المياه في الحليب بتبقى عاليه عشان تروي عطش الطفل. فبتبقى الطفل اللي بياخد رضاعه صناعيه، سبحان الله، الطفل اللي بياخد رضاعه صناعيه بيحتاج ميه اكتر وبدري اكتر من الطفل اللي بياخد رضاعه طبيعيه. غير كده كمان طبيعه الطفل في الاخراج، اذا كان الطفل مثلا ممسك بعض الشيء او الاخراج بتاعه جامد بعض الشيء، ده برده بيحتاج ميه بدري اكتر. فالميه لا غبار عليها، انت لو حبيتي كأم تدخلي له الميه من اول يوم ولاده مفيش اي مشكله خالص. بس على شرط الميه كتير قوي. يقولوا لي اصل احنا بندي له ميه تمر، اصل احنا بنديله ميه عليها سكر نبات. دي ممارسات خاطئه جدا، لان جسم الطفل غير مهيئ ابدا ابدا للتعامل مع السكريات على الاقل في السنه الاولى من العمر. فاذا ادينا ميه السنه الاولى كامله، يعني صدمتينا بالمعلومه صح. السنه كامله كانت اساسيه، يمكن نعمل فيها الحليب اكثر ما نعمل فيها واليانسون وخلافه. هذه الممارسات احنا مطبقينها الحمد لله، اولادنا ما فيهم شيء. هذه هي المعلومه او الجمله اللي دائما نسمعها. يعني يقولوا لك انه ما تعطيه مويه، احنا ما او يمكن الام المرضعه من الرضاعه الطبيعيه ما تعطي مويه الين ما تبدا انها تدخل الاكل، بعدين تبدا تعطي مويه. هذه المعلومه صلحتيها، ولكن المعلومه انه ما نعطي سكريات او ما نعطي مويه التمر، الرسول عليه الصلاه والسلام حنك الطفل بالتمر والسكر ما كان مضر بالنسبه له، او سكر التمر تحديدا، سكر نبات سكر نبات. يعني ليش المعلومات هذه انتم مصرين انها خاطئه واحنا للان ما شفنا عليها اي نتائج مضره لاطفالنا؟ بالعكس احنا بنشوفهم بيتحسنوا، صحتهم كويسه. صحتهم كويسه يعني بيتخنوا؟ هذا هو وجهه نظر الام. يعني السمنة دي اصلا قد تكون ضاره، مش صحيحه. مقياس ان بيحصل ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه، يعني لما بتزودي، لما بتحطي السكر بدري ده ممكن يزود نسبه الاصابه بامراض معينه بعدين. أيوة. ممكن ما تشوفيش الاثر وقتي، لكن بالدراسات ثبت انها لها اثر سيء بعدين. فممكن الام ما تلاحظهاش
امال احنا اصلا يعني ايه قيمه ان احنا نعمل دراسات ونشوف المتخصصين ايه الصح وايه الغلط عشان تفادي الاخطاء عشان الاطفال. ما هو لو كل واحد حكم بتجربته الشخصيه قد لا يلحظ، وممكن طفل فعلا ياخد الحاجات دي ولا يصيبه هذا المرض، لكن انا بزود النسبه بتاعه الامراض بتاعه الاطفال دي وبزود لهم مشاكل ثانيه ممكن في حياتهم يعني من البدايه. بالظبط كده اه. فالمفروض ان السكر والملح والعسل الطفل ما يعرفهمش في سن اولى من العمر، ما يعرفش ان في حاجه في الدنيا اسمها سكر ولا ملح ولا عسل. طيب العصيرات برضو ايضا مضاف فيها سكريات، يعني سواء الطبيعيه او اي عصيرات اللي هي اللي بتتعمل في البيت ولا المعلبه؟ لا المعلبة. على اي سن يعني؟ في مثلا الشهور الاولى ايوه، احنا بنلاقي في السوبر ماركت او حتى في الصيدليات قسم خاص بمأكولات الاطفال المعلبه جاهزه، في ايضا عصيرات مكتوب مثلا من 0 لـ 3 3 6 اتوقع برضه ايضا غالبا فيها من 3 كل الاكل من 3 بالضبط من 3 سنوات 3 سنوات بداوا يقولوا من 3 شهور او 6 شهور من انواع حسب انواع الاكل او العصائر، ويقول لك انه منزوعه من هالمواد وهي طبيعيه، بس احنا نعرف انه حتى المواد يعني حافظه فيها السكريات. احنا هنوصل بقى للمرحله الثانيه. اولا هو حضرتك قلتي الاكل الطبيعي، الاكل لما ندخل اكل للطفل لما ندخل اكل للطفل بيحتاج ميه اكتر. اه بيحتاج ميه اكتر طبعا، لما نيجي ندي سوليد فود او الاكل الجامد اه طبعا هيزيد احتياجه للميه. دي واحده. هننتقل بقى للنقطه الثانيه، ان احنا امتى ناكل الطفل؟ حضرتك بتقولي 3 شهور وست شهور وكذا. لا، المنظمات العالميه الصحيه اللي بتدرس للاطفال قالت ان احنا نبدا تاكل الاطفال او نبدا فطام الاطفال بمعنى ادخال اكل غير الحليب بعد 6 شهور. بعد 6 شهور اه. قبل 6 شهور احنا بنعرضه لمشاكل. هتقولي لي اه ما في الاطفال بياكلوا ما شاء الله وما فيش عندنا اي مشكله فعلا. تعرفي ان الاطفال يرفضوا الحليب، يعني لما يبدا يشم ريحه الطعام يرفض الحليب يبغى الاكل. اه طبعا احنا بدانا اصلا ناكله، فاحنا بدانا نعرفه ان في الدنيا حاجات تانية خد، فطبعا لازم اصلا يحارب عشانها طبعا. اه العكس صحيح، ممكن اللي ما يبدا هو ما مو تاكيل بمعنى تغذيه، ممكن حتى دواقه اللي يقولوا لك بس باصبعك كده بتذوقي الطعم الجديد، لانه في اطفال كثير يرفضوا اذا ما جاوا لمده سنه ما يبغى ياكل ولا شيء. الامعاء بتاعه الاطفال بتبقى الخلايا بينها وبين بعضها فتحات، ما بتبقاش مكتمله النمو زي الامعاء بتاعتنا احنا الكبار. الفتحات دي لما بندي الاكل بدري بيخرج بعض البروتينات او المواد اللي في الاكل بتخرج على الدم، تعمل ايه؟ تحفز الجهاز المناعي للطفل، يعني بدل ما هو كان رد فعل طبيعي يبقى رد فعل زياده، يعني تزود له نسبه الحساسيات. انتوا شايفين قد ايه احنا عندنا صحيح. نسبه حساسيه الانف وحساسيه الصدر وحساسيه الجلد وكذا، احنا في تزايد، احنا بنشوف الحاجات دي دلوقتي اكتر من زمان بكتير جدا. الاكل البدري بيؤدي الى زياده نسبه حدوث الـ الامراض دي في الاطفال. اذا انا هشوف الطفل بتاعي بيكبر وزي الفل، وبعدين بعد كده مثلا جيله حساسيه الصدر، هل هيخطر في بال الام ان حساسيه الصدر دي كانت بسبب ان هي اكلته بدري؟ مش هيبقى سبب، مش هتعرف السبب، لكن انا بقول لها ان ده سبب. ما تاكليش بدري، ما تاكليش قبل سن 6 شهور الا اذا ساعات مثلا طفل يبقى الحليب بس مش مكفيه. احنا عمليات الايض بين في كل طفل او في كل حتى شخص بالغ بتختلف من حد صحيح. في حد بياكل ما بيتخنش، في حد بيتخن من غير ما ياكل وهكذا صح. فالاطفال كمان امتى بس بنديهم بدري شويه؟ مثلا ابتداء من 4 شهور، برضه 3 شهور دي ممنوعه تماما. ابتداء من 4 شهور احيانا بندي لما نلاقي الحليب مش بكفي الطفل، ما بيزيدش وزنه بشكل كافي، او ان هو ملهوف جدا على الاكل، يعني تلاقيه بياكل عايز خلاص هيموت على الاكل وحاسس ان هو جعان. في الحاله دي احيانا بندخله الحاجات، وندخله الحاجات الامان، هنقول برضه هي ايه اللي نقدر ندخله له في الاول. فدي الغلطه الثانيه، ان احنا ناكل بدري عن 6 شهور. بعد كده كمان الغلطه الثانيه كمان ان احنا نبدا ندي عصاير. على فكره العصاير الفائده الغذائيه بتاعتها اقل، وزي ما تكرمتي وقلتي السكر بتاعها اكتر، السكر بيزيد في العصاير عن انك تدي له مثلا الفاكهه مسلوقه او معطيه. زائد ان الفايبرز بتاعتها انت بتنزعي منها الفايبر العصاير، فبتقل الفايده الغذائيه بتاعتها. اذا لو انا عايزه ادي له مثلا نوع من الفاكهه اديه له كنوع من الفاكهه احسن من ان انا اديه له عصير. الغلطه الكبيره كمان اللي احنا ممكن نعملها ان احنا نبدا ندي الحمضيات من بدري. زمان افتكر مثلا كده اول ما اشتغلت كنا بنقول ان احنا ندي عصير برتقال عند سن شهرين، مش عارفه عصير ليمون عند سن كام عشان
فيتامين سي. اتضح ان الحاجات الحمضيه كلها لها اثر بالغ ضار على الاطفال لو اتعرضت في سن بدري، لانها برضو بتزود امراض الحساسيه بشكل شديد جدا. الغلطات برضو اللي بعد كده ممكن نتكلم فيها، ان احنا زي ما حضرتك قلت ايه كده بنلحسه، ما هي ما جراش حاجه، بنحط حاجه صغيره كده. لا، مش مفروض ان احنا ندي للطفل اكل، لا احنا ممكن ما احنا عند 6 شهور مثلا احنا نبدا نديله. بس نلحسه ايه، اتس اوكي ماشي، نلحسه ونأكله كمان اللي هتقولي على اللي هي ناكله. بالظبط، ناكله من الحاجات اللي هي مسموح ان هو ياكلها. ما تقول لا اصل انا بلحسه حته شوكولاته صغيره، اصل انا بديله شويه دبس صغيرين، لا ده مش مناسب خالص. ايش المسموح لسنة. ممكن اولا احنا هنبدا عند 6 شهور. اوكي، هنبدا بالخضروات. معظم الخضروات مسموح بيها ما عدا السبانخ والباميه، فيها مواد كده ما بتبقاش ظريفه قوي بالنسبه للاطفال، لكن معظم الخضروات ممكن ناخدها بدا من 6 شهور. بنبدا بالحاجات البسيطه مثلا زي الكوسه، زي الجزر. أسوأ طعم ده فعلا. اول ما يتقبل عايزه اقول لك ان الطفل الصغير اصلا هو لسه ما يعرفش طعم في الدنيا. والله بيعرفه، يعني انت تقولي ما يعرف الكوسه ذكي ما يرضى يعني يتفلها بشكل مو طبيعي. خلينا الجزر، خلينا نقول ان احنا نحترم يستلذها، احنا هنحترم رغبة الطفل. يعني في طفل بياخدها ويبقى متقبل، مفيش مشكله. في طفل طيب خلاص، يبقى احنا اولا مش هنغصب الطفل على اي حاجه خالص. دي من الممارسات الخاطئه جدا، ان الام تغصب الطفل على اكل معين وتحشره الاكل عشان يكبر. بنشوفها كتير صح. دي من أسوأ الممارسات اللي ممكن تكون. بنغير له مثلا، ما حبش الكوسه، طب خلاص تاني يوم نديله حته صغيره كده، تاني يوم نديله حته صغيره ما حبهاش برضه، طب نغير له زي البطاطا الحلوه، زي البطاطس، زي الجزر. نضيف له حاجتين مع بعض يغيروا له الطعم. ولازم نديله كل 3 ايام او كل اسبوع صنف واحد بس مش صنفين، عشان نختبر لو في اي حساسيه، لو في اي مشاكل في الجهاز الهضمي، وبعدين ندخل له حاجه جديده بعديها بعد ما نختبر الصنف الاول. دكتوره دايما نبدا بالخضار مش بالفواكه. اقول لك ليه؟ يعني احنا يقولوا لك انه قدر الامكان ابعدي طفلك عن نكهه السكر حتى في السكر الطبيعي. تمام، خليكي في الخضروات وبعدين الفاكهه. في بعض الاحيان تضطري، يعني انا كنت لما ما ياكلوا الكوسه احط معاها تفاحة أو أجاص أو بطاطس حلوة، فأنت بتدخل الحلو. هل أنت بتعود الطفل على الحلويات ولا لازم أنه يتعود على النكهات، ولا هي لا؟ هو الفكرة أن أنت محتاجة تديله العناصر الغذائية اللي في الفاكهة وفي الخضار. لو حضرتك بدأتي بالفاكهة هيرفض الخضار. أنت خلي مثلا أكلتي تفاح وبعدين تاني مديت له كوسة، او تاني اسبوع اديت له كوسه، طبعا مش هيحب الكوسه خالص، ولا يحب حتى البطاطا الحلوه اللي انت بتقولي عليها. ما هو يعني احلى الاول بيتقبل بس. بالظبط، عشان التقبل. التذوق عند الطفل بيبقى لسه ايه، يعني ما تعرف على الغد لسه ما يعرفش حاجه. فانت لما بتدي له حاجه وبيتقبلها وخلاص تقبلها واطمنت ان هو تقبلها، بتدي له الحاجه اللي بعديها والحاجه اللي بعديها، بحيث احنا لما نوصل للفاكهه اتس اوكي خلاص، هو بقى متعود ان هو ياكل خضروات وهيستفيد من الخضروات ويتقبل عليها بعد كده. الخضار بنسلق طبعا عشان الطفل، من غير اضافه اي مكونات ثانيه ولا من غير اي اضافات. ويستحسن لو احنا مثلا عملناه على البخار، يعني لان كل ما هنقلل الميه كل ما هنقلل المواد الغذائيه اللي بتدخل من الاكل. نستخدم المويه اللي سلقنا فيها بعدين بانك لما تهرسي الاكل او لما تعملي له عصير. ما هي لو ميه كبيره، لو كميه ميه كتيره هتلاقي في فاقد منها ويحتوي على الفيتامينات، فتكون ميه على الاقل قليله خالص، او ان احنا نعملها على البخار ونزود الميه براحتنا من بره. طبعا يعني اغلب العادات الخاطئه مرتبطه بالاكل، يعني اللي احنا نتكلمها اغلبها اكل. احنا ممكن نتكلم عن حاجات ثانيه غير الاكل كمان. بس في النقطه دي كمان، الفواكه غير الحمضيه لازم ناجلها لبعد مثلا سن 7 شهور ونص 8 شهور. الحمضيات لازم تتاخر كتير. حاجات منتجات الالبان كمان ما ينفعش ان احنا ندي حرام ان احنا ندي حليب. اي شيء له علاقه بالابقار، حليب حليب في السنه الاولانيه. لا، المنتجات مثلا زي الزبادي والجبن والحاجات اللي زي كده ممكن بعد سن 9 شهور في الاطفال اللي هم ما عندهمش استعداد للحساسيه كتير. الاطفال اللي عندهم استعداد للحساسيه لا، ممنوع الا بعد سنه كامله. يعني ممارسات كثيره خاطئه، ومن ضمنها ايضا الاعشاب والخلطات الشعبيه اللي هي تساعد على الهضم او تساعد على انه يسترخي وينام، من اليانسون والمغريب يمكن حتى اكثر شيء يستخدم، الكمون، الاشياء هذه. سريعا بس ايش اضرارها لما بعد؟ الاعشاب مستحب انها ما تتعطاش في 7 شهور الاولانيه من العمر، لان في 7 شهور الاولانيين احنا ما بنبقاش عندنا دراسات كافيه تقول ان الاعشاب امنه في الاطفال. بعد 7 شهور ممكن اضافتها، بس تضاف زي ما حضرتك بتقولي كده، مثلا
حد عنده شويه مشاكل في البطن مش عارفه ايه، ما تبقاش تستبدل ما نستبدلش رضعه بشويه اعشاب، لان الرضعه دي مكونات غذائيه، انما الاعشاب دي تعتبر زي ميه ما فيهاش، ما استغلوش الغذاء بتاعه بميه يعني. اكيد. يعطيك الف عافيه دكتوره عبير حامد استشاريه طب الاطفال، معلومات صححتي لنا هي، يعني الله حفظ اولادنا وكبروا بالعادات الخاطئه، بس ان شاء الله نتدارك في الجيل المقبل، لانه فعلا احنا الامراض التحسسيه ما كان عندنا خلفيه انه لها ارتباط ببدايه عمر الطفل والغذاء حقه. شكرا لك وشكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا بك. وانا شكرا.